تقدروا تشوفوا معاي نتيجة التلميع باستخدام ملمع كروم K2. شايفين كيف ما شاء الله شدة الانعكاس واللمعان. السلام عليكم، اليوم عندنا تجربة على ملمع كروم K2، راح نقربه في تلميع هذه الدبة. مثل ما تشوفوا جهزنا السطح للتلميع، واللي راح نحتاجه صوف لتلميع الكروم وملمع الكروم، وراح نلمع باستخدام الدريل. راح نحط كمية من ملمع الكروم على الدبة. نلمع بسم الله. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. اعتقد ان كذا نكون لمعنا بشكل كافي. خلونا ننظف هذا السطح المكان اللي لمعناه. طيب، ونشيل التيب ونشوف الفرق. ما شاء الله مثل ما تشوفوا واضح الفرق. وبعدني خلوني احرك الاضاءة عشان تشوفوا معاي بشكل اوضح. لاحظين معاي الفرق؟ ما شاء الله هنا انعكاس شديد ما شاء الله، وهنا تقدروا تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. تقدروا تشوفوا معاي نتيجة التلميع باستخدام ملمع كروم K2. شايفين كيف ما شاء الله شدة الانعكاس واللمعان؟ زقاق تبارك الرحمن ما شاء الله.